سلطانة، نحن كتير مبسوطين برجعة أمرائنا بخير وسلامة على القصر، بس الظاهر إنه أنت مزعوجة. خير شو في يا سلطانة؟ كل ما بيوجعني قلبي أنت الوحيد اللي بتلاحظ هالشي. مراد عم بيحملني المسؤولية عن كل اللي صار مع أولاده، وعم بيهددني كمان. مبين هالمرة بده ينفيني على مكان بعيد. لا مو معقول، يعني لوين بده ينفيكي؟ ما بعرف، بس قال هالمرة رح يبعدني عنه وعن أولاده نهائيا. يعني إذا نفذ كلامه بتكون هي النهاية المحتومة إلي ولولادي. الله لا يقدر. أكيد سمعتوا باللي صار. قل بهار خطفت أحفادي، كان ممكن يموتوا لا سمح الله. الحمد لله على سلامتهم يا سلطانة، محنة ومرت. الله يبعد الشر عنهم، والحمد لله على سلامتهم. بس الحادثة خلتنا نعيد حساباتنا، وصار ضروري نواجه الواقع بحزم. مولانا ناوي يطلع على الحملة، وما حدا بيعرف بعد اللي صار شو ممكن يكون حكمه. ممكن يقتل أمرائي بأي لحظة، وأنا مشان هالسبب جمعتكن اليوم. أرواحنا فداك يا سلطانة، أنت بس أميرينا. تعتقلوا السلطان قبل ما يطلع على الحملة، وابني سمو الأمير قاسم هو اللي رح يعتلي العرش. عفوا يا سلطان، شو رح يصير بعدين؟ شو ناوية تعملي مع مولانا السلطان؟ أنا ما رح أقتل ابني أبداً. رح حطه مكان الأمراء بسجن الشمشير.